ويخدمها مجمع الرئاسة العامة ورئيس وجمهور جامعة الروح القدس الكاثوليك والإخوة الدارسون في الرهبانية اللبنانية المارونية. فليكن هذا الزمن مباركاً علينا جميعاً، نحن المشاركين في هذه الرتبة، الحاضرين هنا والذين يتابعونها عبر الشاشة الصغيرة، لترافقنا نعمة آلام الرب الخلاصية. آمين. القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الملك السماوي الذي أخفى تاج مجده وعزة ملكوته ورفع عريانا على الخشبة وفدى جبلته واستجاب دعاء اللص المؤمن وأدخله معه إلى الفردوس، هب لنا أن نطبعك في أعماقنا معلقا فوق الصليب حبا لنا، فإذا طبعنا حياتنا بآلامك العجيبة نستحق مجد قيامتك ونسبحك وأباك وروحك القدوس لآنا وإلى الأبد. ارحمنا اللهم واعضدنا. أيها المسيح مخلصنا، اهدنا الطريق إلى الجلجلة حتى نترسم خطاك تحت صليبنا، فيكون لنا طريق خلاص ونهج قداسة، لا نلتوي ولا نتراجع حتى نبلغ حيث بلغت، فنموت معك ونقوم معك بمجد لا ينتهي، نسبحك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. فخرا
إلهي إلهي لماذا تركتني بعدة عن خلاصي كلمات صراخي إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب وفي الليل فلا روح لي وأنت القدوس الجالس مدحة لشعبك عليك توكل آباؤنا توكلوا فنجيتهم كل الذين يبصرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاء ويغزون الرؤوس فوض إلى الرب أمره فلينجيه وينقذه فإنه راض عنه لا تتباعد عني فقد اقترب الضيق ولا معين كالماء سكبت وتفككت جميع عظامي صار قلبي مثل الشمع ذاب في وسط أحشائي يبس كالخزف ريقي ولساني لصق بحنكي وإلى تراب الموت تحضرني فقبوا يدي ورجلي إني أعد عظامي كلها وهم ينظرون ويتفرسون فيا يقتسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون وأنت يا رب لا تتباعد يا قوتي أسرع إلى نصرتي سأبشر باسمك إخوتي وفي وسط الجماعة أسبحك فالمجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدين. نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الأمان السماوي الذي علق على الصليب فجمع الشعوب رافعا يديه إلى الرب المتألس الذي أشرق على مغارب الأرض بصليبه وقبل المجد والسجود من الأقطار كافة إلى الراعي الصالح الذي عني برعيته فظهر جود رعايته وبذل نفسه عن خيرافي فأثبت لنا فيض حنان وخلص الشعوب كلهم بصلبه ومحى خطاياهم بذبح الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الوقت وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. نسجد لك ونشكرك ونعظم أزليتك يا إلهنا العلي يا من صنعتنا على شبهك وصورتنا على مثالك
نمجد خلاصك يا محب البشر، لأنك أحييتنا بصليبك في هذا اليوم يوم الجمعة، وأعتقتنا بموتك. بصليبك أدخل إلى قلب الإنسان وعقله طاقة الحب والغفران. بصليبك أطفي الحروب وناشي الخصومات. بصليبك استأصل الانتقام وسكن الاضطرام. بصليبك حطم الكبرياء واقتلع العداوة. بصليبك رسخ كنائسك ووطد ديرتك. بصليبك طهر كهانتها وبجل شمامستها. بصليبك عضد الشيوخ وعفف الشبان. بصليبك رضع الرضع ونشي الأطفال. بصليبك دبر رعيتك الساجدة لك الآن، تكرم آلامك تعانق جراحاتك، وتفتخر بصليبك. خلص شعبك وتمم لنا وعدك. افتقدنا بانبعاثك وجدد مثالنا، والبس أجسادنا مجدك فنتألق بنورك، وأهلنا لبلوغ قيامتك المجيدة وميراث ملكوتك الأبد. فنرفع المجد والشكر بلا انقطاع إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد.
عظيم الأحبار الأسمى وبخور الغفران الذي قرب نفسه على الخشبة كربانا وعطرا عن الخطأ. فيا رب أوف أباك عنا ديوننا وصالحنا وأباك، صد عنا كل ضربة موجعة وكل ألم جارح، ومتعنا بكل رجاء مبهج وكل عون معز، واغفر بحنانك لجميع المؤمنين المنتقلين، فنرفع المجد معا إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأباد. قراءة أولى من نبوءة أشعيا. من آمن بما سمع منا ولمن أعلنت زراع الرب، فإنه ينبت كفرخ أمامه وكجرثومة من أرض قاحلة. لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه. مزدرا ومخزول من الناس، رجل أوجاع ومتمرس بالعاهات، ومثل ساتر وجهه عنا. مزدرا فلم نعبأ به، إنه لقد أخذ عاهاتنا وحمل أوجاعنا، فحسبناه ذا برص مضروبا من الله ومزللا. جرح لأجل معاصينا وسحق لأجل آثامنا، فتأديب سلامنا عليه وبشدقه شفينا. كلنا ضللنا كالغنم، كل واحد مال إلى طريقه، فألقى الرب عليه اسم كلنا. قدم وهو خاضع ولم يفتح فاه، كشاة سيق إلى الذبح، وكحمل صامت أمام الذين يجزونه ولم يفتح فاه. من الضيق والقضاء أخذ، ومن يصف مولده؟ إنه قد انقطع من أرض الأحياء، ولأجل معصية شعبي أصابته الضربة. فمنح المنافقين بقبره والأغنياء بموته، لأنه لم يصنع جورا ولم يوجد في فمه مكر. والرب رضي أن يسحقه بالعاهات، فإنه إذا جعل نفسه ذبيحة اسم يرى سرية وتطول أيامه، ومرضات الرب تنجح على يده. لأجل عناء نفسه يرى ويشبع، وبعلمه يبرر الصديق عبدي كثيرين، وهو يحمل آثامهم. فلذلك أجعل الكثيرين نصيبا له والأعزاء غنيمته، لأنه أفاد للموت نفسه وأحصي مع العصاة، وهو حمل خطايا كثيرين وشفع في العصاة. Oh.
قراءة ثانية من نبوءة دانيال. وبين كنت أتكلم وأصلي وأعترف بخطيئتي وخطيئة شعب إسرائيل وألقي تضرعي أمام الرب إلهي لأجل جبل قدس إلهي، بين كنت أتكلم بالصلاة إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا عند البداء قد طار سريعا ولمسني في وقت تقدمة المساء، وبين وتكلم معي وقال: يا دانيال، إني خرجت الآن لأعلمك فتفهم. عند بداءة تضرعاتك خرجت الكلمة وأتيت أنا لأخبرك، لأنك رجل رغائب، فتأمل الكلمة وافهم الرؤية. إن 70 أسبوعا حددت على شعبك وعلى مدينة قدسك لإفناء المعصية وإزالة الخطيئة وتكفير الإثم والإتيان بالبر الأبدي واختتام الرؤيا والنبوءة ومسح قدوس القدسين. فاعلم وافهم إنه من صدور الأمر بإعادة بناء أورشليم إلى المسيح الرئيس 67 أسبوعا، فتعود تبنى السوق والسور في ضيق الأوقات، وبعد 62 يقتل المسيح، والشعب الذي ينكره لا يكون له، وشعب رئيس آت يدمر المدينة والقدس، وكما بالطوفان يكون انقضاؤها، وإلى انقضاء القتال يكون التخريب المقضي. وفي 1 أسبوع يبت لكثيرين عهدا ثابتا، وفي 5 أسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وفي جناح الهيكل تقوم رجاسة الخراب، وإلى الفناء المقضي ينصب غضب الله على الخراب. ثالثة من نبوءة ميخا. هكذا قال الرب على الأنبياء الذين يضلون شعبي ويعدون بأسنانهم وينادون بالسلام والذي لا يلقمهم في أفواههم، يقدسون عليه القتال. إنه لذلك يكون لكم الليل عوض الرؤيا والظلمة عوض العرافة، وتغرب الشمس على الأنبياء ويدلهم عليهم النهار، فيخزى الراؤون ويخجل العرافون وجميعهم يلثمون شفاههم، لأنه ليس جواب من الله. لكني قد امتلأت قوة بروح الرب وحكما وبأسا لأخبر يعقوب بمعصيته وإسرائيل بخطيئته. اسمعوا هذا يا رؤساء آل يعقوب وحكام آل إسرائيل الذين يمقتون العدل ويعوجون كل استقامة، الذين يبنون صهيون بالدماء وأورشليم بالإثم. إنما رؤساؤها يحكمون بالرشوة، وكهنتها يعلمون بالأجرة، وأنبياؤها يتخذون العراف بالفضة ويعتمدون على الرب قائلين: أليس الرب في وسطنا؟ فلا يحل بنا شر. لذلك ستحرث صهيون بسببكم كحقل،
وتصير أورشليم رجما وجبل البيت مشارف غاب. من أخبار أبائنا الرسل الأطهار. وبعد بضعة أيام أقبل أجريبا الملك وبرنيكة إلى قيصرية ليسلما على فاستوس، ولما مكثا هناك أياما كثيرة قص فاستوس على الملك قضية بولس قائلا: إن هنا رجلا تركه فيليكس مقيدا، ولما كنت في أورشليم عرض لدي عنه رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود طالبين القضاء عليه، فأجبتهم إنه ليس من عادة الرومانيين أن يدفعوا إلى الموت أحدا قبل أن يحضر المشكو مواجهة مع الشاكين ويؤذن له في الاحتجاج عن الشكوى. فلما اجتمعوا إلى هنا جلست في الغد من دون تأخير على المنبر وأمرت بإحضار الرجل، فلما وقف الشاكون حوله لم يرد عليه دعوى مما كنت أظنه، وإنما كان لهم عليه مسائل عن عقائدهم الباطلة وعن رجل اسمه يسوع قد مات ويدعي بولس أنه حي. وإذ كنت مرتابا في المسألة عن مثل هذا سألته هل يريد أن يمضي إلى أورشليم فيحاكم هناك على هذه الأمور، ولكن لما رفع دعواه ليحفظ لفحص أغسطس أمرت بأن يحفظ إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أجريبا لفستوس: وأنا أيضا كنت أحب أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. وفي الغد أقبل أجريبا وبرنيكة بأبهة عظيمة ودخلا دار الاستماع مع قواد الألوف وأعيان المدينة، فأمر فاستوس فأحضر بولس. فقال فاستوس: أيها الملك أجريبا ويا جميع الرجال الحاضرين معنا، إنكم ترون هذا الذي سعى إلي به جمهور اليهود كله في أورشليم وهنا، وهم يصيحون أنه لا ينبغي أن يحيى من بعد. أما أنا فوجدت أنه لم يصنع شيئا يوجب الموت، ولكن إذ رفع هو دعواه إلى أغسطس قضيت بأن أرسله، ولم أتيقن في أمره شيئا أكتبه إلى السيد، فلهذا أحضرته أمامكم وخصوصا أمامك أيها الملك أجريبا، حتى إنه بعد الفحص عن قضيته يكون لي ما أكتب، لأني أرى من الجهل أن أبعث أسيرا ولا أبين الدعاوي التي عليه. فقال أجريبا لبولس: مأذون لك أن تجيب عن نفسك. فحينئذ بسط بولس يده وطفق يحتج. ربنا المسوح الحي
فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. يا إخوتي، فإن كنا ونحن طالبون التبرير في المسيح نوجد نحن أيضا خطأ، أفيكون المسيح إذن خادما للخطيئة؟ حاشا، فإني إن عدت أبني ما قد هدمت أجعل نفسي متعدية، لأني بالناموس مت للناموس لكي أحيا لله. صلبت مع المسيح وأنا حي، لا أنا بل إنما المسيح حي فيا، وما لي من الحياة في الجسد أنا حي به في الإيمان بابن الله الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي. لا أرفض نعمة الله، لأنه إن كان البر بالناموس فالمسيح إذن مات باطلا. أيها الغلاطيون الأغبياء، من الذي سحركم حتى لا تطيعوا الحق؟ وقد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أعرف منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس نلتم الروح أم بسماع الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء؟ أبعدما ابتدأتم بالروح تتمون الآن بالجسد؟ أعبثا قاسيتم كل ذلك؟ لعله ليس بعبث، والذي ينيلكم الروح ويصنع قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بسماع الإيمان؟ كما آمن إبراهيم بالله فحسب له ذلك برا. فاعلموا إذن أن الذين من الإيمان أولئك هم أبناء إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن تتبارك بك جميع الأمم. إذن الذين من الإيمان هم المتباركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين من أعمال الناموس هم تحت لعنة، لأنه كتب ملعون كل من لا يثبت على كل ما كتب في سفر الناموس ليعمل به. أما أنه ليس أحد يتبرر بالناموس لدى الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى، وليس الناموس بالإيمان، ولكن من يفعل هذه الأشياء يحيى فيها. فالذي افتدان من لعنة الناموس هو المسيح الذي صار لعنة لأجلنا، بحسب ما كتب ملعون كل من علق على خشبة. متى الرسول. ولما بلغوا إلى مكان يسمى الجلجلة الذي هو موضع الجمجمة، أعطوه خمرا ممزوجة بمرارة فذاق ولم يرد أن يشرب. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا عليها، لكي يتم ما قيل بالنبي القائل: اقتسموا ثيابي بينهم
وعلى لباس اقترعوا، ثم جلسوا هناك يحرسونه، وجعلوا فوق رأسه علته المكتوبة: هذا هو يسوع ملك اليهود. حينئذ صلبوا معه لصين، واحدا عن اليمين والآخر عن اليسار. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقض الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك إن كنت ابن الله، فانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة مع الكتبة والشيوخ كانوا يهزؤون به قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. إنه متكل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيا عنه، لأنه قال: أنا ابن الله. وكذلك اللصان اللذان صلبا معه كان يعيرانه. ومن الساعة 6 كانت الظلمة على الأرض كلها إلى 9، ونحو 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين هناك فقال: إنه ينادي إلي. وللوقت أسرع واحدا منهم وأخذ سفنجة وملأها خلا وجعلها على قصبة وسقاه، فقال الباقون: دع لننظر. وصرخ أيضا بصوت عظيم وأسلم الروح. وإذا حجاب الهيكل قد انشق اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور من بعد قيامته، وأتوا إلى المدينة المقدسة وتراءوا لكثيرين. وإن قائد 100 والذين معه يحرسون يسوع لما رأوا الزلزال وما حدث خافوا جدا وقالوا: في الحقيقة كان هذا ابن الله. أقرأوا من مرقس البشير: وأتوا به إلى موضع الجلجلة الذي تفسيره موضع الجمجمة، وأعطوه خمرا ممزوجة بمر ليشرب فلم يأخذ. ولما صلبوه اقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا على ما يأخذ كل واحد منها. وكانت 3:00 وصلبوه، وكان عنوان علته مكتوبا: ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن يساره. فتمت الكتابة القائلة: وأحصي مع الأثمة. وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم ويقولون: يا ناقد الهيكل وبانيه في 3 أيام، خلص نفسك وانزل عن الصليب. وهكذا رؤساء الكهنة كانوا يهزؤون فيما بينهم مع الكتبة قائلين: خلص آخرين ونفسه لم يقدر أن يخلصها. إنه هو المسيح ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن. وكان اللذان صلبا معه يعيرانه أيضا. وعند 6 كانت ظلمة على الأرض كلها إلى 9، وفي 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: آلوهي آلوهي لما شبقتاني، الذي تفسيره: إلهي إلهي لماذا تركتني. فسمع قوم من الحاضرين فقالوا: ها إنه ينادي إيليا. فأسرع واحد وملأ إسفنجة خلا وجعلها على قصبة وسقاه قائلا: دعوا لننظر هل يأتي إيليا ينزله. وصرخ يسوع بصوت عظيم وأسلم الروح.
فانشق حجاب الهيكل اثنين من فوق إلى أسفل. ولما رأى قائد المئة القائم مقابله أنه أسلم الروح صارخا هكذا قال: في الحقيقة كان هذا الرجل ابن الله. أقرأ من لوقا البشير. ولما بلغوا إلى المكان المسمى الجمجمة صلبوه هناك هو والمجرمين، أحدهما عن اليمين والآخر عن اليسار. فقال يسوع: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يعملون. واقتسموا ثيابه بينهم واقترعوا عليها. وكان الشعب واقفين ينظرون، والرؤساء يسخرون منه معهم قائلين: قد خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو مسيح الله المختار. وكان الجند أيضا يهزؤون به مقبلين إليه ومقدمين له خلة وقائلين: إن كنت أنت ملك اليهود فخلص نفسك. وكان عنوان فوقه مكتوبا بالحروف اليونانية واللاتينية والعبرانية: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المصلوبين يجدف عليه قائلا: إن كنت أنت المسيح فخلص نفسك وإيانا. فأجاب الآخر وانتهره قائلا: أما تخشى الله وأنت مشترك في هذا القصاص؟ أما نحن فبعدل، لأن نلنا ما تستوجبه أعمالنا، وأما هذا فلم يصنع شيئا من السوء. ثم قال ليسوع: يا رب اذكرني متى جئت في ملكوتك. فقال له يسوع: الحق أقول لك، إنك اليوم تكون معي في الفردوس. وكان نحو الساعة السادسة، فحدثت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة، وأظلمت الشمس، وانشق حجاب الهيكل من وسطه، ونادى يسوع بصوت عظيم قائلا: يا أبتي في يديك أستودع روحي. ولما قال هذا أسلم الروح. فلما رأى قائد المئة ما حدث مجد الله قائلا: في الحقيقة كان هذا الرجل صديقا. أقرأ من يوحنا الرسول والتلميذ الطاهر. فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع المسمى الجمجمة، وبالعبرانية يسمى الجلجلة، حيث صلبوه وآخرين معه من هنا ومن هنا، ويسوع في الوسط. وكتب بيلاطس عنوانا ووضعه على الصليب، كان مكتوبا فيه: يسوع الناصري ملك اليهود. وهذا العنوان قرأه كثير من اليهود، لأن الموضع الذي صلب فيه يسوع كان قريبا من المدينة، وكان مكتوبا بالعبرانية واليونانية واللاتينية. فقال رؤساء الكهنة لبيلاطس: لا تكتب ملك اليهود، بل إنه هو قال: أنا ملك اليهود. أجاب بيلاطس: ما كتبت فقد كتبت. وإن الجند لما صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوا أربعة أقسام،
لكل جندي قسم، وأخذوا القميص أيضاً، وكان القميص غير مخيط منسوجاً كله من فوق، فقالوا فيما بينهم: لا نشقه، ولكن لنقترع عليه لمن يكون، ليتم الكتاب الذي قال: اقتسموا ثيابي بينهم، وعلى لباسي اقترعوا. هذا ما فعله الجند. وكانت واقفة عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. وبعد هذا رأى يسوع أن كل شيء قد تم، فلكي يتم الكتاب قال: أنا عطشان. وكان إناء موضوعا مملوءا خلا، فملأوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وأدنوها من فيه. فلما أخذ يسوع الخل قال: قد تم، وأمال رأسه وأسلم الروح. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers frères et sœurs, je voudrais remercier très sincèrement le Reverendissime Père Général M'Tallah Hachem et les moines de l'Ordre libanais maronite pour m'avoir invité à partager avec vous quelques réflexions pendant cette liturgie de l'adoration de la croix. La Semaine Sainte représente pour nous le centre de notre foi chrétienne. Et ici au Liban, vous participez toujours avec un esprit de prière profond et convaincu à la célébration de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une participation qui témoigne d'une fidélité millénaire dans la profession de la foi en Jésus, Fils de Dieu et Fils de l'homme, notre Sauveur. Je suis convaincu que votre participation ne représente pas simplement un attachement à une tradition identitaire, mais qui réponde sincèrement à votre relation personnel avec le Seigneur. Le Seigneur nous accompagne chaque jour avec son amour, mais c'est sur la croix que Jésus nous enseigne la mesure pleine de son amour, infiniment grande, infiniment profonde. Avec le don de sa passion, mort et résurrection, nous pouvons partager sa victoire sur le péché et sur le mal pour vivre dans la liberté des fils et des filles de Dieu, fils et filles de Dieu qui cherchent de bâtir des liens de fraternité dans la justice, dans la vérité, dans la charité. Cependant, nous le savons et nous croyons, la croix représente aussi le scandale de l'injustice, de la violence, de la mort. Comme les hymnes et les lectures bibliques nous ont clairement rappelé aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la croix glorieuse
de notre Seigneur et oublier la souffrance du Seigneur Jésus. Devant la croix, nous ont invité à garder le silence pour faire une révision profonde de notre vie chrétienne, de notre vie personnelle et de nos actions. Nous avons tous, chers frères et sœurs, la tentation de passer trop vite de la célébration de Rameaux au dimanche de Pâques. C'est clair, personne n'aime la souffrance. Mais il n'y a pas de raccourci vers Pâques, vers la résurrection. Nous sommes appelés à accompagner le Christ dans chaque moment de sa passion et à nous tenir debout au pied de la croix, comme la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère. Si la croix du Seigneur perd sa capacité de nous mettre en crise, nous perdrons aussi la possibilité de partager pleinement la victoire de la résurrection, la victoire de l'amour fidèle de Dieu. Crise. On parle de crise aujourd'hui d'une façon presque superficielle, malheureusement. C'est vrai que nous vivons dans une période de crise au Liban et dans le monde. Vous connaissez très bien la pandémie Covid, crise politique, économique, financière, sociale, conflits et guerres dans plusieurs régions du monde, menace d'une récession mondiale, comme aussi des attaques nucléaires, avec des conséquences catastrophiques pour tous. Mais on risque de banaliser la signification réelle des crises. Nous ne pouvons jamais oublier la douleur de chaque personne, de nous-mêmes, de chaque personne victime de différentes crises, comme celle de la dévastation humaine et matérielle causée par l'explosion du port de Beyrouth, par exemple. Chacun et chacune de nous, j'en suis sûr, passe par des moments de douleur personnelle ou en famille, ou la douleur de ses amis. Ce sont des moments très durs, nous ne pouvons le cacher pas. Et la croix du Seigneur n'enlève pas nos souffrances, mais le Seigneur souffre avec nous. Il nous n'abandonne jamais, il nous accompagne réellement, constamment. Devant les difficultés et les souffrances de la vie, nous avons plusieurs tentations, nous pouvons dire. Nous pouvons chercher d'oublier les crises en nous livrant à l'activisme, surtout nous, le religieux, le religieuse. Nous pouvons construire des couvents, des palais épiscopaux, des écoles, des hôpitaux, des centres d'accueil pour servir le peuple de Dieu, bien sûr. Nous demandons à la Providence de nous aider à maintenir ces structures qui sont des choses très bonnes, utiles, même nécessaires. Mais ces structures mêmes
ont toujours représenté aussi le danger de nous faire oublier quel est notre amour premier, notre vrai amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, l'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. Même dans la société, on peut chercher de se réfugier, de penser à la gloire de notre peuple, à la gloire de notre Église, pour cacher nos fragilités. Nous ne devions pas avoir peur de crise. Les crises peuvent représenter toujours une grâce pour tourner vers le Seigneur, pour tourner vers le Seigneur avec courage et pour reprendre avec ardeur notre engagement dans le renouvellement de l'Église et de notre société. Comme le pape François nous a rappelé dimanche dernier dans sa homélie le jour de dimanche de Rameau, il faut un changement des mentalités. Le pape a parlé contre la guerre, certainement. Il a dit, je cite, « Quand on utilise la violence, on ne sait plus rien de Dieu, qui est Père, ni des autres qui sont frères et sœurs. » C'est ça la conversion à laquelle nous appelle la croix de Jésus. De redécouvrir chaque jour que Dieu est notre Père, Père plein d'amour, et que les autres, même ceux qui ne partagent pas nos idées et notre foi, et nos croyances, sont toujours nos frères et sœurs. Il faut un changement de mentalité aussi pour sortir de le « sauve-toi toi-même ». Nous avons écouté dans les évangiles, c'est sauver soi-même, s'occuper de soi, penser à soi, pas aux autres, mais seulement à sa santé, à son succès, à ses intérêts, à l'avoir, au pouvoir, au paraître. C'est ça le défi le plus grand devant nous, ces changements de mentalité pour en sortir de cette logique égoïstique et penser à nos frères et sœurs. Alors, face à la croix de Jésus, demandons-nous, comment sont nos relations avec les autres, avec nos frères et sœurs. Nous pouvons être tous des victimes de l'injustice, mais aussi la cause des injustices. Et ça, c'est une responsabilité, surtout pour ceux qui occupent des places d'autorité dans l'Église et dans la société. Nous pouvons être tous victimes de la haine, mais aussi, malheureusement, nous pouvons être aussi agents de la division entre nous, à cause de jalousie, à cause de plusieurs raisons. Le pape François, qui certainement nous attendons avec amour et on espère de lui recevoir entre nous avec ardeur, lui qui porte le Liban toujours dans son cœur, il nous a demandé
dimanche dernier, pendant l'homélie, d'imiter le Christ sur la croix. Il nous a expliqué que Jésus crucifié, il a continué à augmenter l'intensité de son don d'amour. Un don qui devient pardon. C'est ça l'amour de Dieu. Quand il n'y a plus des possibilités d'amour réciproque, Dieu continue à nous aimer en nous donnant son pardon. C'est ça que nous sommes appelés à imiter, offrir le pardon les uns aux autres. Sans pardon, il n'y a pas de salut réel. Nous ne pouvons pas partager la victoire de la résurrection. Dans la liturgie maronite, normalement, pas certainement pas aujourd'hui qui est particulière, mais normalement, avant la proclamation de l'Évangile, le diacre nous invite à faire silence. Qu'on nous fait soukoute. Aujourd'hui, nous devions être dans le silence. Faisons silence devant le tombeau du Seigneur. Faisons silence maintenant pour accompagner la procession jusqu'au tombeau. Même si nous gardons dans nos cœurs l'espérance que le fleur que nous allons déposer dans le tombeau, nous allons les retrouver pleins de vie, plus forts, renouvelés le jour de Pâques, dans ces moments, nous devons accompagner le Seigneur en silence pour réfléchir sur notre vie et pour avoir nous aussi le courage de nous accompagner les uns des autres, de prendre soin de tous nos frères et sœurs. الشوك وصولجانك الماء
المسامير ندعو Yeah.
يحبك يزيد أدمعي ارحميني اسكتي اتركيني ارجعي يا أبتا لماذا تتركني بوجعي
تباركت أيها الصليب المقدس، خشبة الحياة، هادم الضلال وواهب العالم الخلاص. أنت راية الظفر في المعركة، بك صنعت الآيات العجيبة. إنك مبطل الذبائح ومتمم الأسرار، بك يأتينا السلام ويحل فينا الفرح. بك ترتفع الكنيسة ويصان أبناؤها، بك تتقدس أجسادنا وتتنقى نفوسنا، بك تمحى زلاتنا ويزيد برنا، بك يدرك المؤمنون الكمال، بك يتسلح الأحياء، بك يستريح الراقدون، بك نستظل في اليوم الآخر، ومعك نسير إلى منزل الحياة، ونرفع المجد إلى المسيح الكلمة الذي صلب عليك، وإلى أبيه وروحه الحي القدوس إلى الأبد. آمين. Oh.
إخوتي المؤمنين، بسبب جائحة الكورونا رح نستعوض مكان بركة بوص الصليب بإنحناء من محلنا قدامه إكراما، ونتشفع ببركته دائما لعيالنا ولوطننا. آمين.